مذكرة المهام بريد إلكتروني. ضمن مذكرة المهام أو Action Memo نقدر نكتب عنوان إيميل، مثلاً galaxy@example.com. نختار ربط بالإجراء أو Link to Action، ومن القائمة نختار بريد إلكتروني. نفتح صفحة نقدر نكتب عليها مثلاً مبادرات إثراء المحتوى العربي، تتحول تلقائياً إلى نص مثل ما شايفين، ولما نريد إرساله نضغط على إرسال أو سند، وبهالطريقة نرسل بريد إلكتروني بقلم عربي.